بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة جاي اتكلم معاكم بشكل بسيط ومختصر عن اغلب الحاجات اللي الناس بتسألنا فيها. يا دكتور ازاي ازود من الحرق عندي؟ انا الحرق عندي ضعيف، ازاي ازود معدلات الحرق عندي؟ الكلام اللي انا هقوله لكم ده مش كفيل ان هو يزود معدل الحرق 50% ولا 60% ولا 70%، كفيل ان هو يزود لنا من معدلات الحرق بنسبة 100%. وده وعد لكل الناس، وعد لكل الناس بتعاني من مشكلة من معدلات الحرق بتاعتها ضعيفة. خلينا نقول بقى أول حاجة نتكلم فيها عن مشروب سحري دايما نتكلم عنه في كل الأماكن. خلينا نقول إن هذا المشروب السحري 70% من الجسم بتاعنا بيتكون منه، 90% من الدم بتاعنا بيتكون منه، إن أي حاجة بتحطها منها هذا المكون بتحط فيها حياة. يقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. فنستطيع أن نتكلم، لما نيجي نتكلم عن إزاي أجعل جسمي مكينة لحرق الدهون، نتكلم عن شرب المية. وهناك دراسة بتؤكد هذا الكلام، بتقول إن شرب كوبايتين مية قبل كل وجبة كفيلة إن هي تزود لنا من معدلات الحرق أكتر 25%. تخيلوا حاجة بسيطة بقى متوفرة في كل بيت، محدش عنده أي حجة. طبعا احنا في ظل المطر، المطر بيشتي جنبنا وحوالينا، وبرضه قلنا نعمل الفيديو علشان فإذا عزمت فتوكل على الله، لأن احنا شفنا في الرسايل عندكم كلها بلا استثناء، واحنا بنشوف الرسايل بنطلع عليها وجدنا الناس يا دكتور أنا حرقي ضعيف، إيه الحل؟ علشان بقى نبقى احنا الفيديو ده ينفع لكل الناس اللي بتسأل هذا السؤال. يبقى تكلمنا أول حاجة شوربة كوبايتين مية قبل كل وجبة. بنتكلم برضو عن شرب من 3 يعني من 2 ل 4 لتر ميه يوميا، اقل حد ادنى نتكلم عن 2 لتر ميه يوميا، يعني حد اقصى نتكلم نوصل 4 لتر ميه يوميا، ما فيش اي مشكله. فشرب كميات ميه كافيه طول اليوم يحسد لنا من معدلات الحرق. تاني حاجه ما بنتكلم عن طبق السلطه خماس الالوان، برضو طبق السلطه خماس الالوان قبل كل وجبه يحسن لنا من معدلات الحرق. طب ايه هو طبق السلطه خماس الالوان ده يا دكتور احمد؟ الدنيا عماله تمطر بشكل كبير قوي، مش عارف هنعمل ايه. اوريكم المطر يا اولاد، في المطر المطر بقى، مش عارف المطر حتى مش ظاهره في البتاع، بس يعني ايه الدنيا بقت كلها ايه ميه وشغاله الله ينور. فبس احنا برضو هنكمل الفيديو، احنا برضو مكملين الفيديو، خليكم معانا. يلا اقلب. تمام. يبقى احنا قلنا كده بشكل بسيط كده، يبقى قلنا اول حاجه شرب كوبايتين ميه قبل كل وجبه، نشرب على مدار اليوم من 2 ل 4 لتر ميه يوميا عشان نزود من معدلات الحرق بتاعنا. يبقى قلنا كده شرب الميه. نتكلم تاني حاجه، يا الله المطره تزيد يعني لنهايتها. تمام، يبقى احنا قلنا شرب الميه، قلنا مع شرب الميه خلينا طبق السلطه خماس الالوان. طبق السلطه خماس الالوان ده بنتكلم عن طبق السلطه الكبير الجميل اللذيذ اللي صاحب الطعم الخرافي. لا انتوا لازم تشوفوا المطره اللي بتنزل دي يا جماعه معايا، احنا لك لحظه مع بعض. الله يعني لو نقرب كده، مش عارف بقى لو نقرب كده شويه هتشوفوا المطره اعتقد كويس. تمام ماشي، يعني يعني تمام، خلينا نقول كده تمام. طب نقلب بقى، نرجع تاني ونقلب مرة تانية. تاني تمام. يبقى احنا كده يا جماعة قلنا شرب المية، عمالين نعيد كل شوية بنتكلم المطرة بتنزل اهو، بشرى من بين يدي الرحمة، المطرة اللي بتنزل دي بشرى من الله عز وجل لنا ان شاء الله رب العالمين. طبعا يعني لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على نبي الرحمة، بمناسبة النهاردة يوم الجمعة ما تنسوش الصلاة على النبي. وطبعا بنقول لماكرون التافه يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيأتي زمان على الناس يتكلم يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال أن يتحدث التافه في أمر العامة. فمكرون الحمد لله رجل تافه ويتحدث في امر العامه يا جماعه. وانا من الحلقه دي بدعو كل الناس انها تقاطع المنتجات الفرنسيه، بدعو كل الناس تقاطع المنتجات الفرنسيه. والله المطره شغاله ايه على وش الله ينور، وجت على الكاميرا، ويا رب نعرف نكمل الحلقه دي للنهايه. بس هنحاول ننهي بسرعه كده قبل ما نحاول، بس خلينا في الموضوع بتاعنا علشان ما نخرج. بس برضو يعني كمسلم انا اقاطع المنتجات الفرنسيه،
انا كمسلم اقاطع المنتجات الفرنسيه، واي حد عنده غيره على الدين بدعوه ان هو برضه يقاطع المنتجات الفرنسيه. خلونا بقى نخش دلوقتي في الموضوع بتاعنا. بقولنا اول حاجه شرب الميه، قلنا طبق السلطه خماسي الالوان. طب ايه هو طبق السلطه خماسي الالوان؟ نتكلم عن خمس الوان رئيسيه. نتكلم عن اللون الابيض زي الثوم والبصل، نتكلم عن اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، نتكلم عن اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والايسبرج والملفوف، كل هذه الاشياء. نتكلم عن اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر. خلونا بقى نخش في الموضوع على طول كده. يبقى احنا قلنا طبق السلطه خماسي الالوان يجعل اولا هيحسسنا بالشبع السريع اثناء الوجبه، هيبقى فيه كميه الفيتامينات والاملاح المعدنيه عشان تدينا طاقه وباور طول اليوم، وبالتالي نحسن من معدلات حرق الدهون في الجسم عندنا. يبقى قلنا طبق السلطه خماسي الالوان هيجعل برضو جسمنا ماكينه لحرق الدهون، لان فيه كميه فيتامينات عاليه جدا. واحنا طبعا قلنا طبق السلطه خماسي، قلنا حاجات كتيره جدا، لو قدرت ان انت تحط من كل حاجه حاجه بسيطه وتخليها متواجده بشكل قوي جدا، هتبقى دفعه قويه جدا لينا ان احنا نحرق الدهون. يبقى احنا قلنا شرب الميه، قلنا طبق السلطه خماسي الالوان، بنتكلم عن النوم. النوم الناس يعني هرمونات الحرق بتفرز ليلا، فالناس اللي ما بتنامش بالليل ساعات نوم كافيه ما وعدكمش ان احنا نحرق كميات دهون عاليه. فاحنا بنتكلم عايزين نحرق من الدهون، عايزين ننام ليلا. النوم ليلا يحفز من افراز هرمونات الحرق بتاعتنا، لو قدرنا ان احنا نحفز من هرمونات الحرق بتاعتنا من خلال النوم بتاعنا، هتبقى دفعه قويه جدا لينا ان احنا برضو نجعل جسمنا ماكينه لحرق الدهون. ده كده بالنسبه للنوم ليلا. نتكلم برضو عايزين تساوي نقول حرق سعرات حراريه، يبقى لازم نتكلم عن مواعيد ثابته للوجبات. يعني نتكلم عن مواعيد ثابته للوجبات، يكون مثلا عندنا ثلاث وجبات يوميا، يكون بين كل وجبه والتانيه ست ساعات، ونثبت هذه المواعيد. عايزين حرق سعرات حراريه وعايزين حرق للدهون، يبقى عايزين وجبه الفطار بتاعتنا ما تعديش الساعه 8، عايزين 8 صباحا، عايزين وجبه العشاء بتاعتنا ما تحديش الساعه 8 مساء، ما بين وجبه الفطار والغدا 6 ساعات، ما بين وجبه الغدا والعشاء 6 ساعات، ما بين كل وجبه رئيسيه ووجبه رئيسيه ثانيه يبقى في وجبه خفيفه اللي هي نسميها السناك. طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن حرق الدهون يا جماعه بشكل عام، كل هذه الاشياء نستطيع ان نقول بكل قوه انها تساعدنا في حرق الدهون، لكن لابد ان احنا نروح لدكتور تغذيه. شوف دكتور تغذيه شاطر حواليك وروح له يعمل لك نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه، ويحسب لك السعرات بتاعتك علشان تقدر ان انت تنزل في الوزن. لكن احنا بشكل بسيط نقدر في البيت قبل ما حتى نروح للدكتور بتاعنا نلتزم بهذه الاشياء، نلتزم بشرب الميه، فشرب الميه قبل كل وجبه هيساعدنا في حرق الدهون. برضه نسينا نقول عن شرب الميه، نتكلمنا عن يعني دايما ننصح الناس اللي بتتابعنا في العيادات والناس اللي بتسمعنا من العيادات اللي موجوده عندنا، الحالات اللي بتتابع معانا سواء كان اونلاين او بتتابع معانا في العيادات بتاعتنا، بشكل مختصر بنقول لهم عايزين نشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، شرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق، وبعد كده ننتظر 45 دقيقه من ضمن افضل الحاجات اللي بنقترحها لحرق الدهون. فبرضه شرب ال4 كوبايات ميه دافيه وبعد كده ننتظر 45 دقيقه وبعد كده ناخد وجبه الفطار بتاعتنا يعتبر من ضمن الحاجات الفعاله والكبيره جدا، ومن خلال خبرتنا في العيادات بنقدر نقول بشكل قوي جدا ان النظام الغذائي اللي فيه في بدايته 4 كوبايات ميه دافيه على الريق بيحسن لنا من معدلات حرق الدهون بشكل مضاعف، زائد طبعا قلنا 2 كوبايات ميه قبل كل وجبه، زائد ان يكون عندنا 3 وجبات يوميا ما بين كل وجبه والتانيه 6 ساعات، وجبه خفيفه كل 3 ساعات، نعمل نظام غذائي محسوب السعرات. من احنا اي حد بيجي لنا بنعمله نظام غذائي محسوب السعرات على حسب وزنه وسنه وطوله وحالته الصحيه، وبنراعي المسموحات والممنوعات على حسب المرض بتاعه. وبكده نكون خلصت الحلقة بتاعتنا في ظل هذه الأجواء الممطرة، يعني أسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. ما تنسوش لو أنتوا وصلتوا لحد هنا في الفيديو بتاعنا تضغطوا لايك دعما لينا، وتنشروا الفيديو مع أصحابكم وحبايبكم
فالدال على الخير كفاعله، عشان تعرفوا في ظل هذه الاجواء الممطره والمطره نزلت على الكاميرا ونزلت عليا والدنيا اتغرقت اهو حواليا، لكن حريص ان انا اكمل الفيديو للنهايه. فشكرا تقولها لي عن طريق ان انت تشارك الفيديو. شكرا ليكم على المشاهده للنهايه. كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان، رئيس الجمعيه الطبيه العموميه للتغذيه العلاجيه والباحث في العلوم الطبيه الحيويه والعلاج الطبيعي في اسطنبول. دمتم بصحه وعافيه، مع السلامه.